يا علي حبك نجاة، يا علي حبك حياة، يا علي وعلى الولاية نسأل الله الثبات، يا علي وعلى الولاية نسأل الله الثبات. احنا شيعة جعفرية واحنا ابناء الدليل، ونميل نشوف وين ويا الدليل احنا نميل. يا علي قائدنا انت وما نلاقي لك مثيل، لهذا يا حامل حمية نهو غيرك مستحيل. قلنا لهذا يا حامل حمية نهو غيرك مستحيل، مهما تقهرنا الظروف غير حبك ما نشوف، ويبقى حبنا من البداية من المغد حتى الممات، من المغد حتى الممات. يا علي وعلى الولاية نسأل الله الثبات، يا علي وعلى يا علي من عالم الذر احنا حددنا المصير، ما نعوفك يا ولينا لو يصير اش ما يصير، شلون بس نعوف شخصك وانت لي من الصابمين، واللي ينكر هذا ثابت يقرب نص الغدير، ويبحث البحث الحثيث يلقى ثابت هالحديث، ويبحث البحث الحثيث يلقى ثابت هالحديث. وبيكم جاءتنا آية، وبيكم جاءتنا آية، يا محل المشكلة يا محل، يا علي وعلى الولاية، يا حل يا علي وعلى الولاية نسأل الله الثبات. من حديث الطير نعرف يا علي شأنك رفيع، انت بارين اللي يحبك ويا هادينا الشفيع، الهذا من يمشي بطريقك دخل في الحصن المنيع، واللي ما يمشي بطريقك تايه حتما يضيع. اقرأ. والمثل واضح صريح ما يصح الا الصحيح، والمثل واضح صريح ما يصح الا الصحيح. ارضعنا حبك عن دراية، ارضعنا حبك عن دراية، من حليب الامهات، من حليب الأمهات. يا علي وعلى الولاية نسأل الله الثبات، يا علي وعلى الولاية نسأل الله الثبات. آية الإنذار جاءت آية بالنص المبين، قالت بمعناها انذر للعشيرة الأقرب، وارتضاك الله خليفة يا علي، وارتضاك الله خليفة واخو للهادي الأمين، الهذا ما يوك لغيرك اسم مين، الهذا ما يوك لغيرك اسم مين. اقرأ اقرأ. هل اسم لك بالخصوص وهذا ثابت بالنصوص، هل اسم لك بالخصوص وهذا ثابت بالنصوص، وما يقيم أقل الولاية على العدو. يا علي وعلى الولاية نسأل الله الثبات، يا علي وعلى الولاية تأمل تأمل بهالكلمة. كل من يحبك يا حيدر فاز بالفوز العظيم،
واللي ما يحبك منافق ما إله إلا الجحيم. انت للجنة وجهنم عينك الله القسيم، لو يودي النار حب النار تتبدل نعيم، ولو يودي النار حبك النار تتبدل نعيم. محبتك صك الأمان بيها ندخل في الجنان، وبيك يا خير البرايا الشيعة تحظى بمكرمات، الشيعة تحظى بمكرمات. يا علي وعلى الولاية نسأل الله الثبات، يا علي